السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجالة سنة ستة، أهلا بيكم ورجالكم تاني مع الدرس الرابع والخامس من الوحدة التاسعة منهج كونكت الترم التاني. بقول لك يا سيدي، writing the ending of a story، في قصتين كده، اللي قصة الإزازة أو قصة صاحبه اللي لقى بيت في وسط الغابة. ده طبعا إحنا قلنا نص القصة وما كملناش الباقي، فدي الباقي بتاع القصة بقى. أول حاجة ساحل، يعني cost الإبحار، sailing متحمس، excited رد، يعني reply القراءة reading تحت أو أسفل underneath رسوم توضيحية illustrations جاي من illustrate يعني يوضح، illustrations يعني رسوم توضيحية illustrations دولة فرنسا France أو فرانس، رسالة message مكتمل completed يجري تصويت vote اللي هو ياخد رأي الناس في حاجة معينة، يعرض أو عرض display يعمل worked يسافر traveled يبحر بالقارب sailed يرد replied يعني أو يقصد mean meant يقرأ read أو read يعني انطقها American read الماضي ريد برضه، أقرأها بريتش ريد الماضي ريد برضه، أمال في ناس بيجي يقرأها يقوم قايل لي ريد والماضي ريد، لا ما هي يعني هي دي. ينسى فورجيت الماضي فورجوت. يقرر أن decide to طريق طويل للغاية a really long way مع أطيب الأمنيات with best wishes هذه فكرة عظيمة that's a great idea هي let's، وطبعا بيجي بعدها فعل في المصدر، بواسطة الطائرة by plane مرت سنوات عديدة many years passed كم المسافة how far ولك I sent a boat A on the sea I see a boat طبعا sailing القارب يبحر my A color is blue طبعا my favorite color لوني المفضل my friend sent me a message on the I sent him a حد بعت لي رسالة فأنا بعت له طبعا هبعت له رد a reply زي A to Alexandria every summer طبعا إيه travel بيسافروا اسكندرية كل صيف. طيب طبعا وصلنا في قصة توم لما جده بعت له رسالة. بقول لك إيه many years passed and Tom grew up توم كبر and he his grandparents forgot about the message in a bottle. Then one day Tom was working when granddad sent him a message. وصلنا الحتة دي في الإيه في lesson 2 تقريبا أو 3 مش فاكر. لا 2 Tom, you won't believe it. We have a reply to our message in a bottle. قال له توم، ده محتوى رسالة يعني، مش هتصدق احنا جالنا رد على الرسالة اللي احنا رميناها في الإزازة من سنين فاتت. That weekend عطلة نهاية الأسبوع Tom went to his grandparents house. توم راح بيت جده وجدته. A man in France found the message. واحد في فرنسا لقى الرسالة دي. Say granddad, look, here is his reply. بص ده الرد بتاعه. فده الرد اللي هو اللي قدامك ده. From Hugo to Tom. الولد ده كان اسمه هيوجو وبعت الرسالة رد بقى لتوم بيقول له ايه هالو توم ازيك يا توم ماي نيم از هيوجو اند اي ليف ان بياريتز عايش في حته اسمها بياريتز في فرنسا اي ليف اون ذا كوست انا عايش على الساحل يعني بتوع البحر اند اي لاف سيلينج ماي بوت وبحب اركب المركب بتاعي لاست ويك الاسبوع اللي فات اي واز سيلينج وين اي سو سمثينج ان ذا ووتر كنت بأبحر بالمركب بتاعي في البحر يعني وشفت الرسالة بتاعتك لقيت حاجة في المية your message in a bottle الرسالة اللي انت بعتها في الإزازة this means it traveled over 6000 kilometers معناه الكلام ده ان الرسالة بتاعتك دي سافرت 6000 كيلومتر في البحر لحد ما وصلت من أمريكا لفرنسا I enjoyed reading about your favorite things أنا استمتعت بالقراءة عن الحاجات اللي انت بتحبها my favorite things are my boat أنا بقى بالنسبة لي الحاجات اللي أنا بحبها المركب بتاعي mangoes المانجا and color green واللون الاخضر you are very welcome to come and visit me in France one day وانا ارحب بيكو جدا انك تيجي تزورني في فرنسا في يوم من الايام with best wishes هوجو مع اطيب الامنيات من هوجو توم was very excited طبعا توم كان فرحان جدا ومتحمس جدا wow our message traveled a really long way الرساله بتاعتنا سافرت مسافه طويله جدا later that evening يومها بالليل توم was writing something when granddad came into the room جده كان توم كان قاعد بيكتب حاجه فجده دخل عليه قال له what are you doing Tom بتعمل ايه يا توم قال له I'm writing to Hugo بكتب رساله لهوجو why are you going to visit him ليه هو انت هتروح تزوره
قال له you and I are both going to visit him. قال له لا انا وانت هنروح نزوره. قال له that's a great idea. والله فكرة حلوة قوي. laughed granddad وهو بيضحك كده. but it's a long way so let's go by plane. قال له بس الرحلة طويلة قوي فايه نروح بالطيارة بقى. فبقول لك بقى يا سيدي a good ending tells you what happens to the characters and how they feel at the end of the story. القصة النهاية الجيدة هي اللي انت يعني ايه بتحكي بيها اللي حصل في النهاية للشخصيات وحسوا بإيه في نهاية القصة دي. تمام؟ فبقول لك بقى اكتب لي انت نهاية مختلفة عن النهاية ديت اكتبها وخلاص. طيب تيجي بقى نحل التدريبات بالمرة. بيقول لك يا سيدي my friend sent a to my message. طبعا لرسالتي يبقى ايه a reply، بعت رد على رسالتي. او مال to me بس يبقى ايه send a message، بعت رسالة. they like a their boat on the river Nile. طبعا sailing their boat. when he a up he worked as a doctor. يبقى ايه grew up لما كبر. I'm sorry I a to close the door I'll close it now. يبقى نسيت، طالما هقفله دلوقتي يبقى انا نسيت اقفله فهقفله دلوقتي. My name is Faris. I am 20 years old. I live in Port Said. My house is near the coast أو sea. Coast of the sea. I love sailing my boat. Last week I was sailing my boat when I saw something in the water. لقيت حاجة في المية. It was a message in a glass bottle. كانت رسالة في إزازة أزاز. How did they find the message؟ ازاي لقوا رسالة؟ our message traveled a really long way. my favorite things are لا are الأول معلش آسف امسح دي sailing and swimming. where you طبعا was where بيضاف فيها زد ان جي فزود لها بس ان جي studying تنطق studying برضه مش studying زي ما الناس بتنطقها لا studying عادي. he is traveling to the city when he met لما قابل. يبقى هو مسافر ولا كان مسافر؟ كان مسافر. وطبعا طالما وين ماضي بسيط يبقى الجمله الاولى ماضي مستمر يبقى he was traveling. How did Tom feel؟ طبعا توم اسم بني آدم بنعمل أول حرف كابيتال وفي الآخر علامة استفهام. طبعا بس لما تيجي تحل بقى ما تكتبهاليش بالمنظر ده، اكتب لي الجملة على بعضها. How did Tom feel؟ وخلي التي كابيتال وفي الآخر علامة الاستفهام، ويا ريت كمان تقوم شادد لي شرطتين كده تحت اللي أنت عملته، لأن في حروف بتبقى مثلا الكابيتال زي السمول، زي مثلا السي كابيتال زي السي السمول. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ إن الكابيتال أكبرها شوية والسمول تبقى صغيرة شوية. الأو مثلا نفس الكلام. طيب في واحد ممكن يكون اصلا خطه صغير فاللي بيصحح ما يبقاش فاهم هو جابه ولا لا. الشرطتين بقى اللي بقول لك عليهم دول يعني هو خلي بالك ده هي كابيتال وخصوصا في الحروف اللي شبه بعض زي السي مثلا والاو والحاجات دي. بس يا شباب كده خلصنا الدرس الرابع والخامس وخلصنا الواحدة التاسعة ان شاء الله. هحاول برضه اسجل لكم درس ولا اتنين في الواحدة العاشرة عشان اعوض التاخير اللي انا اتاخرته فسامحوني. بس والله ساعات فعلا بيبقى غصب عني يعني ضغط شغل وكلام من ده ما بقدرش ان انا افضي ساعة ولا حاجة اسجل فيها فسامحوني معلش. بس ان شاء الله هحاول اخلص لكم قبل رمضان ان شاء الله قبل رمضان ما يخلص بقى نكون مخلصين ان شاء الله المنهجين كونكت وكونكت بلس عشان نلحق ايه او بعد العيد على طول نبدأ بقى في ايه في المراجعات. فانتظروني واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.